بدأ الرئيس فؤاد شهاب عهده على شعار لا غالب ولا مغلوب، وكان على عاتق الحكومة الرباعية المؤلفة من رشيد كرامي وحسين العويني عن المسلمين وبيير الجميل وريمو إدي عن المسيحيين أن تهدئ النفوس وترجع الغول الطائفي إلى مخبئه. حاول شهاب أن يرتقي بالنظام الطائفي إلى الأفضل، لكنه لم يسعى إلى تجاوزه، فحسن حصة المسلمين في الوظائف على قاعدة المناصفة من دون إحداث انقلاب جذري في النظام السياسي. وعندما وضع قانون الانتخابات النيابية سنة 1959 اختار حلا وسطا بين الدائرة الكبرى التي اعتمدت في الأربعينات على أساس المحافظة والدائرة الفردية التي اعتمدها الرئيس شمعون في الخمسينات، فارتفع أعضاء المجلس إلى 99 نائبا، ودخل إلى الندوة النيابية سنة 1960 قادة الثورة والثورة المضادة كصائب سلام، صبري حمادي، بيير الجميل، عبد الله اليافي، كميل شمعون، أسد الأشقر، رشيد كرامي، وكمال جنبلاط وغيرهم. وإلى النخبة النيابية التي حافظ عليها في الواجهة الأمامية راح فؤاد شهاب، وبسبب حذره الفطري من السياسيين يتكئ على جهازه العسكري كحزب رديف للسياسيين التقليديين. كذلك بحث عن مدنيين يشبهون العسكر في انضباطيتهم لتشكيل نخبة تؤسس نواة صلبة للتغيير الذي لم يكتمل.